وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد علي العرادي. يعني بعد التحية سعادة النائب، يعني ما هي قراءتك لبيان وزارة الداخلية حول ما تم نشره مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ مساء الخير، وتهز هذه الفرصة مسي بالخير عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين. إذا أذنت لي، أعتقد بداية إشادة وهي إشادة واجبة بجهود وزارة الداخلية برئاسة معالي الفريق الركن الشيخ راشد عبد الله، وكذلك الأجهزة الأمنية على يعني حفظها للأمن والاستقرار، وكذلك على جاهزية الدائمة. نحن يعني تعودنا دائما من رجال الداخلية التصدي والرصد لأي جهة تعمل وتستهدف مملكة البحرين بشكل ممنهج، وهذه تحية واجبة لهم. نعم. طبعا شكرا. بالعودة إلى سؤالك، طبعا لا شك أن هناك جهات تعمل من أجل إضرار مصالح مملكة البحرين وتحاول أن تؤثر على الرأي العام. تتخذ هذه الجهات يعني عدة قضايا، يمكن من ضمنها الآن ركزت على موضوع التقاعد والتجنيس، حاولت أن تسيء للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، وحاولت كذلك أن تؤثر على اقتصاد مملكة البحرين، وذلك عبر طبعا نشر معلومات خاطئة عبر الحسابات الوهمية التي يعني ثبت أنها تدار من قطر، وثبت كذلك بأن من يديرها هم عناصر إرهابية هاربة ومطلوبة للعدالة الأمانة في عدة دول. فأعتقد بأن تلك الجهات وتلك الجماعات وحتى الأفراد الذين يعملون، سواء من عمل معهم خارج البحرين وحتى من يعني تم التغرير به ويعمل من داخل البحرين ليستخدموا هذه الأجندة السيئة، لن ينجحوا، لأن مملكة البحرين عصية عليهم. كذلك أعتقد بأن إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحرير على الكراهية ومحاولة ضرب النسيج الداخلي في مملكة البحرين لن ينجح، لأن مملكة البحرين يعني هويتها، إذا بنتي هويتها الوطنية قائمة على التعددية والتسامح، وأعتقد بأنها أعلى القيم في مملكة البحرين. كما أن مملكة البحرين قد حباها المولى عز وجل بقائد للمسيرة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى راعي المشروع الإصلاحي، وبالتالي أعتقد بأن كل هذه المخططات لن تنجح أبدا. نعم. أعتقد في هذه الفترة يعني أعتقد من الأهمية أن أشير إلى أن هذه الفترة تتطلب أن تتضافر الجهود، تتطلب أن نتماسك وأن نعمل على زيادة الوعي. نعم. من أجل إعلاء هذه المصلحة العليا للوطن. نعم. أعتقد أن وحدة الصف وحماية السلم الأهلي واجبة. نعم، يعني سعادة النائب، الدور القطري كان واضحا ليس فقط في هذه الحادثة بل على مدى سنوات طويلة في السعي لاستهداف المملكة العربية السعودية وزعزعة أمنها واستقرارها. كيف ترى سعي نظام الدوحة اليوم إلى استهداف المواطن البحريني وعمله على تهديد النسيج الاجتماعي لمملكة البحرين؟ يعني النظام القطري، يعني إذا أذنت لي في عجالة، النظام القطري لديه يعني أجندة، هذه الأجندة قائمة على زعزعة الأمن والاستقرار، وهو يستخدم عدة سياسات لتحقيق هذه الأجندة، جزء منها إعلامي وجزء منها أمني وجزء منها مخابراتي وجزء منها عبر يعني دعم الإرهاب وغير ذلك. النظام القطري ضالع في هذا الأمر وهو لن ينجح، لأنه يعني كشف ليس من الآن، كشف من سنوات طويلة، ولكن يعني قيادة مملكة البحرين وقيادة المملكة العربية السعودية آثرت في السنوات الماضية أن تعطي لهذا النظام يعني الفرصة والفرصتين والثلاث يعني ضمن المنظومة الخليجية، ولكنه لم يرتدع، لأن هذا النظام يعتقد أنه يعني سيحقق شيء من خلال هذه الأجندة التي يريد أن يكون فيها دائما معول للهدم وليس معول للبناء. أعتقد بأن وعي شعب البحرين ووعي الأخوة في المملكة العربية السعودية وفي باقي دول مجلس التعاون سيتجاوز هذا النظام، وهذا النظام في نهاية الأمر لن يحقق شيء. وكما تعلمين بأن يعني يمكن في موضوعنا اليوم، موضوع استخدام حرية الرأي والتعبير واستخدام يعني وسائل التواصل الاجتماعي في 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 أمر في غير محلها. نعم. من خلال يعني المس بالسلم والأمن الأهلي ومحاولة يعني المساس كذلك بالنسيج الاجتماعي، كل هذه الاستخدامات هي استخدامات خارجة عن القانون وهي تجاوز. نعم. للقانون. نعم، النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد علي العرادي، شكرا جزيلا لك.